أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في هذه النافذة المباشرة من مدينة نابلس، وهذه الجولة مع الشارع وآراء الشارع النابلسي اليوم مع تمديد الإغلاق الجزئي الليلي الذي أقرته محافظة نابلس يوم أمس، والذي بموجبه سيتم إغلاق المدينة كل يوم لمدة أسبوعين من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا أيضا. ذلك يترافق مع تسجيل أعداد مرتفعة من المصابين بفيروس كورونا، حيث بلغت أعداد المصابين حتى هذا اليوم أكثر من 2100 حالة نشطة بفيروس كورونا، منها فقط 170 حالة تم تسجيلها هذا اليوم. هناك أيضا إغلاق لبعض القرى في محافظة نابلس كقريتي مادمة وتل أيضا، اللتان طبعا بطبيعة الحال سجلت أيضا ارتفاع بأعداد الإصابات بفيروس كورونا. أيضا ذلك كله يترافق مشاهدينا مع هذه الحالة الطارئة الجديدة التي تشهدها مدينة نابلس والإغلاق الجزئي للقطاعات الحياة في نابلس، من وهو إغلاق ليلي بطبيعة الحال. من ضمن أيضا الإغلاق يشمل القرار المحافظة الذي اتخذته يوم أمس إغلاق كامل لكافة مناحي الحياة يومي الجمعة والسبت خلال الأسبوعين القادمين، وهذا بطبيعة الحال يأتي على ضوء ارتفاع الأعداد الإصابات المسجلة والمعلنة رسميا بفيروس كورونا، وبذلك تصبح نابلس من أعلى المدن التي قد سجلت ارتفاعا بإصابات فيروس كورونا بالأيام الأخيرة، وما تزال على هذا الحال حتى هذا اليوم. في هذه الجولة سنأخذكم مشاهدينا ونحن نتواجد بطبيعة الحال وسط مدينة نابلس عند دوار الشهداء، سنتحدث مع المواطنين والتجار كذلك بطبيعة الحال. الحياة كما تشاهدونها تجري على طبيعتها هنا، لا يوجد إغلاق في ساعات النهار، الأسواق مفتوحة بشكل طبيعي تماما، وحركة المتسوقين طبيعية بشكل اعتيادي كما تشهده نابلس بشكل يومي. هذا الحال كما ذكرنا مشاهدينا يأتي على ضوء ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا. إذن ابقوا معنا في هذه الجولة، سنتحدث مع بعض المواطنين في شوارع نابلس اليوم لنرصد وإياكم تفاعل الشارع النابلسي ورأي المواطنين مع هذا الإغلاق الجديد الذي تشهده مدينة نابلس في هذا اليوم، ونرصد وإياكم طبيعة الحال رضا المواطنين أو عدم رضاهم عن هذا الإغلاق. نتحدث في البداية مع بعض المواطنين. مرحبا، يعطيك العافية. الحمد لله. تعرفنا عليك وتحكي لنا شو رأيك اليوم كمواطن مع تجديد الإغلاق الجزئي في نابلس وارتفاع عدد المصابين بكورونا. الله يعين الناس، غيرك ما بحكي، بس الله يعين الناس. كيف تشوف الإغلاق من وجهة نظرك؟ هل أنت مع الإغلاق أو بتشوف ضرورة فعلية للإغلاق؟ في ناس مسخمين عمال أول بأول عيشته، الله يعينهم. العامل المسخم اللي عنده عيال ما عيال وإشي، منين يجيب لهم الاكل هذا؟ اذا يوم ما اشتغلش باكلوش. الله يعين الناس. طبعا بطبيعه الحال هو الاغلاق جزئي لغايه الان، مش اغلاق كلي، ولكن يعني كمواطن بتشوف في ضروره فعليا للاغلاق اليوم؟ يا سيدي بعين الله، غير هيك الله ما بعين. بس طيب تمام، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافيه. نتحدث مشاهدينا ايضا مع احد الباعه هنا ايضا. مرحبا، يعطيك العافيه، تعرفنا عليك. محمود عوض. حياك الله محمود. تحكي لنا اليوم كإغلاق جزئي بتعيش نابلس، كيف بتشوفه أنت كمواطن وكصاحب مصلحة تجارية أيضا؟ والله يا عم الحمد لله، المهم يكون أنه الوضع جاهز، ويعني أنه ما يكونش في مرض، يعني إحنا خوفا على المواطنين الشرطة والسلطة بتعمل هذا الموضوع، صح لا؟ ولا هو يعني خطر، المرض قاعد بتفشى يا أخوي. أيوة بيعرف الشيخ، يعني والكل بيعرف انه خطر هذا، ولازم يعني نحتاط منه، والشرطة قاعدة الحمد لله رب العالمين بتمسك بأمور الوضع. على مستوى الشارع كيف بتشوف التزام الناس بالكمامات بإجراءات يعني التباعد؟ أنا بقول لك يجوز 70% التزام، بس والباقي ما فيش التزام. إنه بالشارع مش ظاهر هذا 70%، يعني لو نحكي بصراحة ما هو ما فيش بالشارع، لو تطلع على الناس قليل جدا ما بتشوف في التزام. صحيح على الأقل بلبس الكمامة تحديدا حاليا يعني. صحيح، صار زي مسألة خوف إنه هلأ بيجوا بخالفوا المحل، بيكون في 20 ونصه مش مكمم، صح لا؟ والنص الثاني اللهم صل على النبي، النص الثاني بس تيجي الشرطة بيرفع الكمامة. هذا الحكي صار مش منيح، وارد 100%، الشرطة لازم تتخذ قرار أكبر من هيك، صح لا؟ شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. أهلا وسهلا. نتابع معكم إذن مشاهدينا هذه الجولة المستمرة معكم هنا في شوارع مدينة نابلس، وتفاعل الشارع النابلسي وردت فعله أيضا بعد تمديد الإغلاق، وهو كما ذكرنا إغلاق جزئي مشاهدينا،
سبقه أيضا فرض هذا الإغلاق على مدار الأيام الخمسة أو الستة الماضية، وقد مدد هذا الإغلاق لضرورات على ضوء ارتفاع أعداد المصابين بكورونا التي قد بلغت كما ذكرنا اليوم الحالات النشطة المصابة بفيروس كورونا في محافظة نابلس حتى هذا اليوم أكثر من 2100 إصابة وحالة نشطة بفيروس كورونا. نتحدث أيضا مع بعض المواطنين هنا. مرحبا، يعطيك العافية. طيب يعطيك العافية. يعني هناك كما ذكرنا يعني هناك تفاعل وردة فعل من الشارع النابلسي، وهناك أيضا تباين بالآراء، ربما هناك من يؤيد وهناك من هو يعبر عن رفضه بطبيعة الحال على فرض هذه الإغلاقات. مرحبا يعطيك العافية، كيف الحال؟ بدنا نسألك عن الإغلاق في نابلس، كيف تشوفه كمواطن؟ طيب شكرا لك، يعطيك العافية. نحاول الحديث مع بعض المواطنين هنا. مرحبا يعطيك العافية، كيف الحال؟ عرفنا عليك لو سمحت. حاتم الحمام عمي. أستاذ حاتم، اليوم كمواطن تعيش في نابلس، تحكي لنا اليوم مع وجود حالة طارئة أيضا تتعلق بفيروس كورونا وتمديد الإغلاق، كيف بتشوفه كمواطن اليوم؟ إذا غلقونا بكون أحسن وأشرف إني لو لصحتنا وعافيتنا، بس مش أكثر، أفضل للمسلم يعني للمواطن، بس هذه هي يعني اللي يبعد عنا المرض هذا والشقة يعني. مش طب في إغلاق جزئي فرضته المحافظة من أمس، تم تمديد الإغلاق، أنت كمواطن كيف بتشوف هذا الإغلاق اليوم؟ إن شاء الله أن يكون منيح بإذن الله، الله يوفقكم يا عمي. جزيلا لك ومنا لك السلامة. ومستمرون إذن معكم مشاهدينا. نحاول الحديث ايضا مع احد الباعة المتجولين هنا في هذا السوق. مرحبا يعطيك العافية، عرفنا عليك لو سمحت. نضال حلاوة. اخ نضال، اليوم كبائع متجول وكمواطن في نابلس، كيف بتشوف الاغلاق الجزئي اليوم الذي تم تمديده من امس؟ طبعا تاع الليل هذا اشي منيح يعني عملوه، وان شاء الله انه يكون يعني فيش اصابات، يعني اليوم 171 اخف درجة، وان شاء الله الايام الجاية نكون محصور الوباء نمرق منها بخير وسلامة. يعني اليوم نابلس بتسجل الإصابات بالعشرات وصارت من على رأس القائمة، على رأس القائمة بالمدن الفلسطينية. اليوم كيف تشوف الناس والتزامهم أيضا بهذه المعايير السلامة وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي بشكل عام؟ الناس بتحط كمامات وقفازات والتباعد الاجتماعي، الوباء بكون محصور، بس هن يعني يمنعوا الأفراح اللي بتصير المناطق يعني سي، وإن شاء الله بنحسن الوباء إن شاء الله. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافية. مستمرون إذن معكم مشاهدينا مرة أخرى في هذه التغطية المباشرة من أسواق وشوارع مدينة نابلس. أيضا نتحدث مع أحد الباعة هنا. مرحبا يعطيك العافية، تعرفنا عليك لو سمحت. رشيد السويدان. تحكي لنا اليوم كمواطن وكبائع أيضا، كيف بتشوف اليوم القرار الإغلاق الجزئي الذي تم تمديده اليوم طبعا من أمس من قبل المحافظة؟ والله بصراحة بالنسبة للموضوع هذا، الموضوع التسكير وهذا وإشي، يعني إجمالا يعني الإصابات كتير كتير موجودة بنابلس وكذا وإشي، لازم يكون في تسكير مثلا، بس ما يضرش الناس مثلا، الناس بدها تعيش، عرفت علي كيف؟ يعني رغم أنه الإغلاق هو إغلاق جزئي فقط بساعات الليل، يعني في خلال النهار زي ما بنشوف حاليا الأسواق مفتوحة بشكل طبيعي جدا. صحيح. رغم ذلك يعني المحافظة حكت أنه ممكن يكون قرار الإغلاق الشامل قد يكون وارد يعني خلال او في الحسب ماخوذ في الحسبان. بس مهين بخبيش عليك، الناس يعني برضه ماكل هوا، الناس يعني ما في مصاري وما في، والتجار وكذا وشي، والناس كل واحد عنده التزام وعنده منين نجيب مصاري منين، هذه المشكله. تمام، شكرا جزيلا لك ويعطيك العافيه. تحدث ايضا مع مواطن اخر. مرحبا يعطيك العافيه. الله يعافي عمرك، الله يسعدك. راعي دور الراتب، تحكي لنا اليوم برضو كيف بتشوف القرار من وجهة نظرك، قرار تمديد الإغلاق طبعا الإغلاق الجزئي في نابلس، من وجهة نظرك كمواطن وربما كتاجر أو بائع في السوق؟ إغلاق الجزئي بيعملش إشي. شو يعني بعد الساعة 7 ما هو كل الناس بتروح على دورها. والتسكير الشامل إحنا مش معاه نهائيا، لأنه كل واحد عليه التزامه. إذن ما الحل في هيك حالة تقريبا؟
الحل كل واحد يلبس كمامته ويدير باله، والزباين اللي تفوت على المحلات يلبسوها كمامات، والتباعد اهم شيء. بس طب على ارض الواقع بتشوف هاي الاجراءات يعني الناس بتاخذ فيها، اصحاب المحلات او الناس عموما كلياتهم ملتزمين؟ كلياتهم، اطلع انت صور كل المحلات واللي في المحلات كلياتهم لابسين كمامات وملتزمين، وانا الكمامات على الباب حاططها، واللي معوش كمامه خذ يلبس ويفوت. اما بنقدرش يعني نسكر، صعب صعب كثير. يعني انت اليوم بتحكي بشكل صريح ضد الاغلاق الجزء الكامل؟ عفوا طبعا هذا الامر ربما يعني كثير الجزء ما اثر انه بعد الساعه 7، لانه بعد الساعه 7 يعني ما فيش حدا، الكل بالدور، يعني توقيت شتوي نص ليل 7. شكرا لكم، اتمنى لك السلامه ايضا. ايضا الحياه التجاريه مشاهدينا في نابلس التي تعد قوه اقتصاديه في الضفه الغربيه وعلى مستوى فلسطين ايضا بشكل عام ما تزال ايضا تشهد تراجع وحاله من السوء والركود كذلك. هناك ايضا ذلك يترافق مع قله اعداد الوافدين من الفلسطينيه 48 بسبب وجود قرار ايضا قد دخل حيز السريان منذ قرابه اسبوع او اسبوعين، وهو بمنع توافد المواطنين من فلسطيني 48 إلى مدن الضفة الغربية بحكم ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مدن الضفة الغربية. هذا الأمر بطبيعة الحال ينعكس على الحياة التجارية، وكما يراه الكثير من التجار هنا، وعندما نتحدث مع الكثير من التجار يتحدثون عن سوء تلك الأوضاع الاقتصادية مع عدم وجود يعني وجود حركة متسوقين وافدة من خارج نابلس التي تعتمد بطبيعة الحال كما غيرها من المدن الفلسطينية على طبعا حركة الوافدين والمتسوقين القادمين من أراضي 48. حدث مع مواطن آخر، يعطيك العافية. عرفنا عليك؟ أبو بشار. كل احترام عم أبو بشار. تحكي لنا حاج أبو بشار اليوم كيف بتشوف أنت كمواطن نابلسي قرار الإغلاق اليوم، الإغلاق الجزئي والليلي الذي تشهده نابلس وتم تمديده منذ الأمس طبعا عشان الكورونا. هذا ما هو سبب الكورونا، في ناس كثير فيهم معهم كورونا في منطقة نابلس، شايف؟ انت كيف بتشوفه اليوم كمواطن؟ هل انت مع القرار ضد القرار؟ بتشوف هل انه في ضرورة فعلية؟ لا انا مع القرار يعني، لانه اللي مع الكورونا وش بيعدي هذا بيعدي هذا بيعدي هذا، بصير اسباب كثير يعني، فهم أمراض كثيرة. أما هيك لازم الواحد ينضب ويبعد عن اللي معاه الكورونا ومعاه الإشي خوب ما يصيبه. طب اليوم أنت بتشتغل ربما على تحميل بضائع من خلال العربة ومتجولة، بتحكي لنا اليوم برضو كحياة اقتصادية وتجارية كيف بتشوف نابلس تجاريا واقتصاديا اليوم؟ مش زي أول، من أول كان مليح وكان فيه أشغال وفي كل إشي، هسا ما فيش يعني أشغال، خفيف الأشغال. تمام، شكرا جزيلا لك سيد أبو بشار، ونستمر معكم إذن مشاهدينا في هذه الجولة، ونحن بطبيعة الحال على مشارف أسواق البلدة القديمة وفي هذا السوق. أيضا نتحدث مع مواطنين وتجار آخرين هنا. مرحبا، يعطيك العافية، نتعرف عليك لو سمحت. نضال أبو عيسى. طب سيد نضال، اليوم إحنا بنتجول في شوارع نابلس، يعني بنسأل ردة فعل الشارع النابلسي مع تمديد الإغلاق الجزئي، كيف بتشوفه حضرتك كمواطن وربما كصاحب مصلحة تجارية أو صاحب محل تجاري؟ شوف، كصاحب محل تجاري الإغلاق هو أصلاً مش راح يجيب أي نتيجة، يعني قد ما يغلقوا طول ما هم مش قاعدين بينزلوا على السوق وبراقبوا الوضع بالنسبة للكمامات، أي شخص مش لابس كمامة بيخالفوه بتنحلش الأمور هاي. يعني هل هذا الأمر مش مطبق حالياً إنه الشرطة ما بتفرض غرامات ومخالفات؟ مش قاعدين بيعملوا هذا الشيء، فيش منه هالحكي، والنظام مش ماشي زي ما بدنا احنا. انا اقول لك، واحد من احدى الاشخاص بنابلس هون، يعني اتمنى انهم ينزلوا كل دقيقه وكل ثانيه يخشوا على المداخل ويراقبوا الوضع افضل من الاغلاق اللي بيصير. يعني انا كشخص مواطن مش بجيبتي 50 شيكل اجيب كيلو خبز لبيتي، يعني صاحب محل يعني هنا لا بيعة ولا شروه، وتيجي انت تكمل علينا اغلاق ومش اغلاق. الاغلاق ما بيجيب نتيجه، انت بتغلقوا بتغلقوا على الفاضي. بس رغم انه اغلاق جزئي، يعني ايضا ربما يعني ربما قائل يقول انه اغلاق جزئي ما بياثر على مصالح الناس التجاريه خلال ساعات النهار. شوف، اللي معاها مصاري مش سائله، اما اللي معنا اللي زينا احنا على باب الله كشخص تبع عربايه
كمواطن عايش كل يوم بيومه هذا بيأثر عليه طبعا. أما إحنا بنطلب إنهم ينزلوا كميات من الحكومة تاعتنا من الشرطة إنها تراقب الأوضاع، اللي بيلبسش كمامة تخالفه، لو كان أني شايف لو كان أني تخالفني. إذا بتعمل هذا النظام بخف الوضع اللي هم بيقول الكورونا مش الكورونا هذه. يعني إذا أنت مع فرض وتجديد الإجراءات والمخالفات ولست مع يعني فرض إغلاق جديد؟ طبعا طبعا هذا الإشي المضبوط، أما إغلاق ما إغلاق هذا ما بيجيب نتيجة، بالعكس أغلقتوا أنتوا، شو في كميات قاعدة بتطلع قاعدة يعني كميات هائلة. يعني إحنا بنضحك على حالنا بنقول إغلاق إغلاق، إصابات كميات كبيرة، شو بقول لك إغلاق، أغلقت، شو اللي أغلقت أنت من الساعة 7 بتقول لي من الساعة 7 بالليل للساعة 6 الصبح، ماشي أغلقت من الساعة 7 بالليل. أنت هل بدك تقنعني إنه في بعد 7 فيش حدا فاتح بالشوارع؟ لسه فيه. أنت لازم بدك تقول إغلاق، إغلق من الخمسة. اغلق من الخمسة إذا بدك تغلق، عشان العالم هاي اللي بتحجج بقول لك والله بس أسكر محلي بس أفتح محلي، حجة كله حجج وماشية وبتخوتوا على العباد. لا اغلق، قول من الخمسة للساعة 5 الصبح بنزل الناس بتروح بتصلي بتروح تعمل حي الله إشي، تسعى لرزقتها. يعني هلا اللي بده ينزل على الحسبة يجيب بضاعته، مش بينزل على أذان الصبح. اللي بينزل المواطن بينزل على إسرائيل، أمتى بينزل؟ على 3 الصبح، على 2 الصبح. أنت لما بتغلق هذا كيف بده ينزل؟ بلاش شددوا بالطرقات، تبعوا الامور هذه. انتوا قاعدين بتعملوا شغلات ما بتتبعوها، بس احنا بنغلق بنغلق بنغلق، بتقطع رزق العباد يعني انا وغيره وغيره. طبعا واضحه رسالتك، يعني انت بتطالب بتشديد الاجراءات وتجديد المخالفات وليس فرض الاغلاق. شكرا جزيلا لك ويعطيك العافيه. إذا استمعتم مشاهدينا لعينة من آراء الشارع النابلسي اليوم وتفاعله أيضا مع قرارات المحافظة والجهات الرسمية بتمديد الإغلاق الجزئي الليلي الذي يستمر بطبيعة الحال لمدة أسبوعين من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا. يشمل ذلك أيضا إغلاق أيام الجمعة والسبت إغلاقا كاملا يمنع فيه الحركة بطبيعة الحال، باستثناء أيضا فقط الصيدليات يسمح لها بأن تفتح أبوابها ل استقبال الزبائن ربما أو من يرغبون بشراء الأدوية. هذا هو الحال الذي تعيشه نابلس بطبيعة الحال مع هذه القرارات، وكما استمعتم لعينة من آراء الشارع النابلسي التي بمجملها قد تكون رافضة لفرض أي إغلاق، بل هناك من يطالب أيضا بفرض وتجديد الإجراءات والغرامات والمخالفات التي تفرضها الشرطة على المخالفين بدلا من فرض إغلاق كامل يتأثر بسببه بطبيعة الحال الحياة التجارية والحياة الاقتصادية التي تمر بحالة تردي وركود منذ شهور، منذ بدء جائحة كورونا منذ شهر آذار الماضي ولغاية الآن. هذه جولتنا كانت معكم مشاهدينا من أسواق وشوارع مدينة نابلس، نشكر لكم طيب المتابعة ودمتم بأمان الله ورعايته، ونتمنى لكم السلامة دائماً.